تابعوا ما أريد، برنامج خلف الصورة. أريد ديما معكم. في كل عام في ليلة 27 من أواخر شهر رمضان تقوم جمعية الخيرية سلسابيل بمدينة مستغانم بتقسيم ملابس العيد بفضل المحسنين لهذا الأطفال اليتامى المحرومين من هذه الفرحة. واحد ما يحس بها غير هما، كما يقول لك المثل، ما يحس بالجمرة غير التكويه. كنت نصور في هذه الأطفال وأنا نحوس على الصورة اللي تعبر على الفرحة تاعهم، حتى لقيتها هذه البنت الصغيرة، والحاجة اللي أثيرتني فيها هي البسمة اللي تعبر على الفرحة تاعها، وهي تقارع في الدور تاعها باش تدي حوايج العيد وتفرح بهذاك النهار اللي يكون كامل أطفال يتامى لابسين وفرحانين. بنزين مصطفى مصور. تابعتم مع أريدو، برنامج خلف الصورة. أريدو ديما معكم.